مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقاتنا الاسبوعيه رواد الاعمال. ومثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا مميز ومن زاويه رجال الاعمال ومن ابناء هذا البلد. رحبوا معي بالاستاذ عيسى الطنيجي، الاونر وصاحب شركه بن العود للحج والعمره. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ عيسى. واسعد الله مساءك حبيبي استاذ احمد. تسلم لي كل الشكر لكم على حسن الاستضافه حبيبي على هذا البرنامج الطيب والتي تدعم رواد الاعمال في دوله الامارات العربيه المتحده. اشكرك على هذا التقديم وعلى هاي الدخل الجميل. كما اشكر جميع العاملين على هذا البرنامج بالفعل الذي يثلج صدورنا. حبيبي تسلم لي. طبعا استاذ عيسى، نعم. بالبدايه بحب اتعرف عليك ونعرف المشاهدين اكثر بحضرتك وعن بدايه حياتك العمليه في دوله الامارات. تفضل. الله خير. اخوكم عيسى راشد حسن العود الطنيجي، نعم. صاحب حمله بن العود للحج والعمره. ما شاء الله، نعم. طبعا هذه الحمله لها القدم في دوله الامارات، حيث عمرها تقريبا ما يقارب أكثر من 40 عاما في مجال الحج والعمرة. كان الوالد الله يعطيه الصحة والعافية كان يعمل بها، ونحن كأولاده نعاونه أيضا. برافو عليك. ما شاء الله. طبعا طبعا استاذ عيسى، صدقا احنا بنتمنى لكم التقدم والنجاح اكثر واكثر، ماشيين على نهج الوالد الله يحفظه ويعطيه طولة الصحه والعافيه يا رب. الان خلينا نتكلم عن الحمله اكثر. حمله بن العود، خبرنا عن الخدمات اللي بتقدموها للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي. تفضل. طبعا بدايه اكتسبنا الخبره الطويله من الوالد، نعم. كنا نعمل به، فاشتغلت بالحج والعمرة بهذه الحملة منذ عام 1996. ما شاء الله. أي ما يقارب من 25 سنة أعمل أنا في مجال الحج والعمرة، واستلمت العمرة والحج الحج والعمرة، نعم. بالنيابة عن الوالد. ما شاء الله. أما عن خدمات الحج والعمرة، نحن نعمل كفريق واحد، والحملة يعمل بها 100% كلنا مواطنون، من الأخوة وأيضا الأهل يشتغلون بهذه الحملة. ما شاء الله عليكم. نعم. ما شاء الله. طبعا مشاهدين الكرام، معنا سعادة رجل الأعمال الأستاذ عيسى الطنيجي معنا اليوم. خلينا نتعرف على اللي ميزكم بدولة الإمارات أستاذ عيسى، لأنه إحنا موجودين بالسوق القديم برأس الخيمة. إذا لاحظنا أنه في كثير شركات تقدم خدمات الحج والعمرة، ولكن كيف أصبحتم متميزين داخل هذا السوق المتميز؟ تفضل. أصبحنا متميزين في هذا المجال لأننا نضع الخطط الاستراتيجية. أحسنتم. والأهداف، لابد أن نكون هناك أهداف استراتيجية نضعها دائما، ونخطط ونضع المقترحات الأفضل لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أحسن. وهدفنا الرئيسي صراحة بالنسبة هو أن خدمة حجاج بيت الله الحرام هو شرف لنا طبعا. ونخدمهم ونبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن مشاهدينا الكرام، خلينا نتعرف أكثر على نظرة رجل الأعمال سعادة الأستاذ عيسى الطنيجي. وين بنحب نشوفك بعد سنتين من الآن؟ شو الخطط المستقبلية اللي حضرتك وضعتها للتطور الاستراتيجي لشركة بن العود للحج والعمرة؟ تفضل. جزاك الله خير على هذا السؤال الجميل. نعم. صراحة الخطط المستقبلية، نعم. التي وضعتها هي تنمية مهارات العاملين في حملة بن العود والحج والعمرة، نعم. في السنوات القادمة، نعم. أهم هذه المهارات كيفية التعامل مع الحجاج والمعتمرين
وكيف يمتصون غضب أي مؤتمر أو حاج، لابد أن ييسر له جميع الخدمات، إضافة تؤهل جميع العاملين في حملة من العود في استخدام الحاسوب 100%. وأنا هدفي تطوير هذه المهارات في جميع التقنيات الحديثة وكيفية الحجوز السريعة للحجاج حتى ننهي خدمة الحاج بأسرع ما يمكن. نعم. والذهاب إلى الأراضي المقدسة وهو مطمئن وجميع الحجوزات ميسرة له من مواصلات وفنادق وتغذية ومواصلات، جميع هذه الأشياء يكون متوفرة لدى الحاج، إضافة موجودة لدى الحاج أيضا برنامج سيصمم أيضا من قبل حملة بن العود للحج والعمرة تخدم أيضا بالمشاعر خاصة في الحج والعمرة إن شاء الله. طبعا إحنا من قناة سما العين بنتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر سعادة الأستاذ عيسى الطنيجي، يعني صدقا أنتم بتستاهلوا تكونوا بالمقدمة وبتستاهلوا النجاح لأنكم أنتم مثابرين على العمل وما شاء الله عنكم. الآن خلينا قبل نهاية البرنامج نخبر المشاهدين وين إحنا موجودين برأس الخيمة، وين اللوكيشن، نسهل على المشاهدين الحصول عليكم. تفضل. أيوة، موقع حملة بن العود والحج والعمرة هو في السوق القديم يسمى السوق العبرة برأس الخيمة مقابل مسجد عبد الرحيم. نعم. ومقابل الرضوان للتجارة. نعم. والموقع سهل جدا وبسيط. نعم. ما يضيع. نعم. طبعا مشاهدينا الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع المكتب بن العود للحج والعمرة. الآن في نهاية البرنامج سعادة الأستاذ عيسى الطنيجي، أنت من مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأولى والرائدة بالعالم اللي بتنعم بالأمن والأمان، بتنعم بالرفاهية، بالاستقرار والاستقلالية، بالحرية أيضا، بالاستثمار. فهذا الشيء إجا من حكام عظماء، إجا من حكام جزاهم الله خير على العمل المتواصل، على الدعم المستمر، على التسهيلات اللي بيقدموها لشيوخنا لمواطنينا، سواء وافدين مواطنين مش مقصرين إن شاء الله. أكيد لازمنا رسالة شكر بسيطة من سعادة الأستاذ عيسى الطنيجي لشيوخ حكام دولة الإمارات وأيضا بمناسبة العيد الوطني. تفضل. مني أنا شخصيا عيسى راشد العود الطنيجي ومن حملة بن العود للحج والعمرة نتقدم برسالة شكر وتقدير لشيوخ وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. نعم. وأيضا نخص بالذكر الشيخ سعود بن صقر القاسمي حفظه الله على الأمن والأمان والجهود الجبارة وعلى كافة التسهيلات والخدمات التي تقدم من خلالهم. نعم. أكرر شكري لكم وعلى قناة سما العين. سما العين. صحيح. على هذه الاستضافة الجميلة من قبله. شكرا، شكرا لك أستاذ عيسى الطنيجي. فعلا أنا سعدت بلقائك وسررت بلقائك أستاذ عيسى. إن شاء الله دائما نتمنى لك التقدم والنجاح أكثر وأكثر. طبعا إحنا من قناة سما العين مشاهدينا الكرام نتشكر شيوخ وحكام دولة الإمارات على الأمن والأمان والتسهيلات اللي تقدم من خلالهم، وأشكرك أستاذ عيسى الطنيجي مرة أخرى على الاستقبال الرائع لإلنا، وأشكرك على دعمك لبرنامجنا، وإن شاء الله دائما بنشوفك على رأس الهرم. بارك الله فيك وكرم شكري لكم، جزاكم الله خير، شكرا على هذه الجهود الطيبة وعلى دعم الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم رجال الأعمال. شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. كان معنا سعادة رجل الأعمال الأستاذ عيسى الطنيجي، صاحب حملة بن العود للحج والعمرة، وهو الراعي الرسمي أيضا لهذه الحلقة. أشكرك جزيل الشكر. انتظرونا كل جمعة وسبت على قناتكم سما العين وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.